نحن هاي اليوم بطولة منتخبات شمال سوريا، يعني هاي البطولة لأول مرة بتحصل، بطولة كتير يعني إفادة كويسة منها كتير، وتستفاد القرب يعني المناطق أكثر، يعني احتكاكات مع جميع المناطق، ويصير يعني تبادل خبرات بين منتخبات بنبج والطبقة والرقة والإقليم والجزيرة، يعني تبادل خبرات واحتكاكات أكثر. وهي بطولة لأول مرة تنطلق، نتمنى يعني يكون مو أول مرة، تكون مستمرة، يعني كيصير خبرات أكثر واحتكاك أكثر، تستفاد اللعيبة الشباب، وكانت لعيبة الخبرة تفيد لعيبة الشباب، وتطلع بطولة ناجحة إن شاء الله. الهدف من إقامة هذه البطولة تعرف الرياضيين على بعض، وتجميع ولم شمل الرياضيين في بعد الحرب التي عانت منها 7 سنوات. هاي البطولة باسم انتفضوا. الفرق اللي مشاركة في هذا الدوري هي 6 فرق، 6 فرق هي منبج، كوباني، الطبقة، إقليم الجزيرة، ودير الزور. أيضا الهدف من هذا الدوري هو إنجاح هذه البطولة. كانت هذه الدوري هذا والبطولة باسم انتفضوا كانت مفاجئة، والهدف منها قلنا احنا انجاح هذه البطولة بشكل عام لكافة الفرق الرياضية، وكان قرار مفاجئ لكل الفرق الموجودة في كافة المناطق المشاركة في هذا الدوري.